مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث أعلنت انطلاقة أول أشواط الجعدان. أول الأشواط يحمل الشوط الرئيسي الأول، أول أشواط الجعدان الحقايق. المسافة هي 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، لجميع المشاركين بأول أشواط الجعدان وتحديات فئة الجعدان. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة مع شاهين حمد بن راشد بن عامر الاكتبي، يقدم لنا شاهين مع المركز الاول يتصدر مع الصدارة، ليقدم لنا شاهين المركز الثاني. شاهين ايضا راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يأتي على المركز الثاني ليتقدم على ثاني الاسماء. المركز الثالث شاهين لمحمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعارك المخمري مع شاهين عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع يأتي شعار محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، واصل بهذا المسار ومتصدر مع المركز الرابع. المركز الخامس بن حلوة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة يأتي مع انطلاقة شاهين، ولكن هذه الخمسة المراكز الأولى المتقدمة بهذا المسار الباحثة عن الفوز والانتصار. ولكن بالعامري بالعامري حمد بن راشد بالعامري الاكتبي يتصدر مع شاهين، يتقدم مع شاهين، يتقدم الجميع لياتي بهذا الشعار ويتصدر الجميع مع الاسم المميز مع المسار الاول. المركز الثاني بن صابر راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث بن رشيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، وصلت الأسامي وتسللت الشعارات، ولكن البداية مع المركز الأول. معك يا بالعامري ركز، أبناء المدام يطالبونك بالفوز، يطالبونك بالانتصار بأول أشواط الجعدان. يا بالعامري يا بالعامري يا حمد يا بن راشد بالعامري الاكتبي يتصدر ويأتي أيضا يقترب من البوابة الأخيرة للعبور إلى الفوز والانتصار، بوابة الكيلو الأخير استفتح شاهين مع الكيلو المتر الأخير وعصاه في بطانه بلا أي أوامر ولا تعليمات بلا دات الغاية. ولكن دير بالك وخذ حذرك من شاهين يا بالعامري، واصل على المركز الثاني بالرشيد. ولكن بالعامري بالعامري يثبت جدارة هذا الشعار، ويثبت أيضا تحديات شاهين، وأيضا انفراد شاهين. والعصا قوز، والعصا قوز يا راعي الصيرمي، يا راعي الصيرمي، ما هذا النوع المميز مع تقديم شاهين بأول الأشواط؟ هذا النوع المطلوب، هذا النوع المطلوب. روح راس وبين هي شوط راس وعصاه في بطانه، عصاه في بطانه يا بالعامري. تحرك بالرشيد وتحرك الخيالي، تحرك الخيالي مع اليذاب، مع اليذاب. ولكن بالعامري اطلق له العنان، اطلق له العنان. شاهين حمد بن راشد بالعامري الاكتبي ابناء المدام ينتزعون اول الاشواط، ينتزع الشوط الرئيس الاول، يسجل هذا الشعار. تحرك بالرشيد، بالرشيد بالعامري، بالرشيد. الامتار الاخيره، الامتار الاخيره ما بينك يا بالرشيد بالعامري، بالرشيد ابناء العوير، ابناء المدام. ولكن بالرشيد محمد بن علي بن سلطان بالرشيد الاكتبي ينتزع الاشواط الرئيسيه مع الفوز والانتصار. المركز الثاني حمد بن رايد بالعامري، المركز الثالث اليذاب مسفر بن علي بن مسفر الخيالي، والمركز الثالث الرابع اللي وصل على العار المركز الرابع ايضا عتيج بن علي بالقوم، وخامس المراكز لبن صابر. التوقيت 4:43 التوقيت الافضل مع شاهين. مشكور يا دكتور الاصايل علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي من قدم وانتزع الاشواط الرئيسيه.
الأولى وسجل هذه الأسماء مع الفوز ومع الانتصار.